يقفون اليوم امام الاكاديميات يندرجوا في سياق برنامج نضالي سطره المجلس الوطني للتنسيقيه يوم 14 مارس من خلال هذه ثلاث ايام مقاطعه للتكوين ووقفه اليوم امام الاكاديميه، ثم خمسه ايام مقاطعه للتكوين في الاسبوع المقبل مصحوب بوقفه امام الوزاره يوم 30 مارس. فئه افوج الاداره التربويه 2020-2022 هو فوج تضرر من تتميم وتعديل المرسوم الاخير الذي كان وليد الحوار بين النقابات التعليميه والوزاره. مطالبتنا كذلك نطالب السيد الوزير بجبر ضرر هذا الفوج بضمان حقه في معادله دبلوم المتصرف التربوي لشهاده الماستر. كذلك نطالب بالحركيه بين الاسلاك في السنوات القادمه من العمل. نطالب كذلك بتجويد التكوين، نطالب بتجويد لانه هذا المطالب فهي مطالب لها هذا الفوج هذو له حق وله حق في هذه المطالب، وبالتالي يجب انصافه. نطالب السيد الوزير بجبر ضرر هذه الفئه وهذا الفوج على الخصوص باعتباره فوج نأمل الأمل كان معقود عليه في تشويه المنظومة التربوية بشكل عام وكذلك الإدارة التربوية بشكل خاص وإعطائها قفزة نوعية نظرا لمجموعة من المهام التي تكلف بها هذه الهيئة. إضافة إلى هذه الأشياء نقول للسيد الوزير آن الأوان لإنصاف هذا الفوج، فهو فوج تضرر من المرسوم الأخير، وبالتالي نقول للسيد الوزير فوج يجب جبر الضرر وإنصافه. شكرا.